مشاهدين الأعزاء، أبناءنا الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في الجزء الأخير من مراجعة منهج الكيمياء للصف الثالث ثانوي النظام الفصلي. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من مراجعتنا السابقة، وندعو لكم في هذه الأيام بالتوفيق والنجاح. ومن خلال هذه الحلقة من برنامج مية على مية، نستكمل وإياكم ما بدأناه من مراجعة لتتمكن عزيزتي الطالبة من الإجابة على أسئلة الامتحان بكل يسر وسهولة. نذكركم أعزائي الطلاب بأننا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هاشتاج البرنامج مية على مية. فاصل قصير وسنبدأ بإذن الله تعالى معكم أولى الأسئلة. أعزائي المشاهدين، أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي، أهلا بكم من جديد. دعونا نذكركم بأننا نراجع وإياكم منهج الكيمياء، وسنركز في هذا الجزء على الاتزان الكيميائي والأحماض والقواعد. ونذكركم بأننا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هاشتاج البرنامج 100 على 100. والآن نبدأ على بركة الله. السؤال الأول: أكمل الفراقات التالية بما يناسبها. يقول الكيميائيون عن التفاعل الكيميائي الذي ينتج عنه تحول المتفاعلات جميعها تقريبا إلى مواد ناتجة أن التفاعل يتجه نحو، أحسنت، نحو الانتهاء. يسمى التفاعل الذي يمكن أن يتجه نحو الأمام وباتجاه عكسي تفاعلا، ممتاز، تفاعلا منعكسا. يعد فراق حالة يتوازن فيها التفاعل نحو الأمام وباتجاه عكسي، لأنهما يحدثان بسرعتين متساويتين. ممتاز، الاتزان الكيميائي. عند الاتزان تكون تراكيز المتفاعلات والنواتج ثابتة، ولكن لا يعني ذلك أن تكون الكميات أو التراكيز متساوية. الاتزان حالة فعل وليست حالة رد فعل. ننتقل إلى السؤال التالي: اكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يلي. ينص قانون الاتزان الكيميائي أنه عند ضغط معين يمكن أن يصل التفاعل الكيميائي إلى حالة تصبح عندها نسب تراكيز المتفاعلات والنواتج قيمة ثابتة. التعريف هنا أو الإجابة تعتبر إجابة خاطئة. هنا درجة الحرارة، الضغط هنا الخطأ، فالأصح هي درجة الحرارة. يعد التفاعل الهيدروجين مع اليود، يتكون يوديد الهيدروجين، مثالا على الاتزان المتجانس. لدينا نوعين من الاتزانات: اتزان متجانس واتزان غير متجانس. نلاحظ هنا حالات المادة، هنا حالة غازية، حالة غازية، حالة غازية، إذا التفاعل يكون تفاعلا متجانسا، إذا العبارة تعتبر صحيحة. إذا قلت قيمة ثابت الاتزان عن القيمة 1، فإن كمية المتفاعلات تكون الأكثر. قانون ثابت الاتزان: المواد الناتجة تقسيم المواد المتفاعلة، فإذا كانت القيمة أقل من 1 هذا يعني أن قيمة المواد الناتجة قليلة وقيمة المواد المتفاعلة كبيرة، فالعبارة تعتبر صحيحة. يكون مقدار ثابت الاتزان KEQ ثابتا عند حجم محدد فقط. العبارة هنا تعتبر عبارة، أحسنت، خاطئة. الإجابة الصحيحة هي درجة حرارة، عند درجة حرارة محددة فقط. المواد الصلبة والمواد السائلة مواد نقية لا تكتب في تعبير ثابت الاتزان. العبارة هنا تعتبر عبارة، ممتاز، عبارة صحيحة. ننتقل إلى السؤال التالي: اكتب تعابير ثابت الاتزان للمعادلات الآتية. لدينا معادلة رقم 1 ومعادلة رقم 2، نريد كتابة تعبير ثابت الاتزان. معادلة رقم 1: ثابت الاتزان دائما المواد الناتجة تقسيم المواد المتفاعلة. لابد هنا أضع في بالي أن حالات المادة ضرورية لكتابة قانون ثابت الاتزان. لاحظ هنا لدي غاز 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 غاز، لدينا السائل والصلب لا يكتب في تعبير ثابت الاتزان. المعادلة الأولى: ثابت الاتزان يساوي تركيز المواد الناتجة، تركيز CH4، معامل هنا 1 فلا نرفع بالأس بأي عدد، ضرب تركيز
الـ H2O H2O. المعامل كذلك واحد فلا يرفع بالأس. تقسيم المواد المتفاعلة، تركيز الـ CO ضرب تركيز الـ H2. نلاحظ عند الـ H2 يوجد معامل ثلاثة، إذا يرفع بالأس ثلاثة. المعادلة رقم اثنان، نلاحظ لدينا حالة صلبة ولدينا هنا حالة صلبة. الحالة الصلبة لا تكتب في تعبير ثابت الاتزان، إذا ثابت الاتزان يساوي المواد الناتجة، تركيز المواد الناتجة CO2 تقسيم تركيز المواد المتفاعلة تركيز CO، نقلق القوس. معامل واحد لا يكتب، معامل واحد لا يكتب، انتهى الحل. ننتقل إلى السؤال التالي، احسب قيمة ثابت الاتزان للتفاعل التالي. لدينا مسألة حسابية، تفاعل كيميائي، احسب ثابت الاتزان إذا علمت أن تراكيز المواد كما موجودة في السؤال. أولا نكتب قانون ثابت الاتزان حسب المعادلة التي أمامي، الكي تساوي المواد الناتجة، حالة غازية حالة غازية، تركيز المواد الناتجة NO2 يرفع بالمعامل 2، تقسيم تركيز المواد المتفاعلة N2O4 لا يوجد معامل لا يكتب الأس، تساوي تعويض مباشر بالقيم، تركيز الـ NO2 يساوي 0.0627 يرفع بالأس 2، تقسيم تركيز المواد المتفاعلة 0.0185. إذن العبارة أو الإجابة تكون باستخدام الآلة الحاسبة 0.0627 يرفع بالأس 2، أو نضربها مباشرة 0.0627 يصبح لدي الناتج 3.93 ضرب 10 أس سالب 3 يقسم مباشرة على 0.0185، يصبح الإجابة 0.21. إذا ثابت الاتزان يساوي 0.21. ننتقل إلى السؤال التالي، أكمل الفراغات التالية بما يناسبها. إذا بذل جهد على نظام في حالة اتزان فإن ذلك يؤدي إلى إزاحة النظام في اتجاه يخفف أثر هذا الجهد. التعريف التالي يطلق على مصطلح العالم، أحسنت، مبدأ لوشا تلي، مبدأ لوشا تلي. العوامل التي تؤثر في الاتزان الكيميائي، لدينا ثلاث عوامل تؤثر على الاتزان الكيميائي. العامل الأول التركيز، العامل الثاني درجة الحرارة، العامل الثالث الضغط، أو أحيانا يطلق عليه الحجم. فلدينا التركيز، الحجم أو الضغط، ودرجة الحرارة. ننتقل إلى السؤال التالي، أكمل الفراغات التالية بما يناسبها. عندما تقلل حجم وعاء التفاعل فإنك فراغ الضغط. لدينا وعاء، لما أقلل الحجم معناته هنا زد الضغط، فالإجابة الأولى تعمل على زيادة الضغط، تزيد الضغط، ونتيجة لذلك سيتجه التفاعل المتزن نحو الجهة التي فيها أقل عدد مولات أم أكثر عدد مولات. هنا سيتجه التفاعل نحو سيتجه التفاعل المتزن نحو الجهة التي فيها، أحسنت، أقل عدد مولات. أما إذا كان عدد مولات المتفاعلات متساوياً لعدد مولات النواتج فلن يحدث تغير حجم وعاء التفاعل أي تغيير في الاتزان. إن تغير درجة حرارة التفاعل في حالة الاتزان يغير ثابت الاتزان وحالته، ففي التفاعل فراغ أي الذي يطلق طاقة، ففي التفاعل الطارد للحرارة أي الذي يطلق طاقة، فإن خفض الحرارة يوجه التفاعل نحو، أحسنت، نحو اليمين،
لأن التفاعل الأمامي يولد الحرارة ويقلل من تأثير التغير في درجة الحرارة. ننتقل إلى السؤال التالي. أكمل الفراغات التالية بما يناسبها. يزيد فراغ من سرعة التفاعل بخفض فراغ اللازمة للتفاعل، ولكن تأثيره يكون متساويا في كلا الاتجاهين إلى آخر. يزيد فراغ العامل المحفز يزيد من سرعة التفاعل بخفض الطاقة اللازمة للتفاعل، ولكن تأثيره يكون متساويا في كلا الاتجاهين الأمامي والأكسي. عندئذ سيصل التفاعل إلى حالة الاتزان بسرعة، ولكن دون أن تتغير كمية المواد الناتجة. السؤال التالي: حدد الاتجاه الذي سيسلكه كل من التفاعلات الآتية عندما تؤثر فيها المؤثرات المذكورة بكتابة كلمة يمين إذا كان سيتجه نحو اليمين، وكلمة يسار إذا كان سيتجه ناحية اليسار، ولا يحدث إذا لم يحدث أي تغير في الاتجاه. لدينا التفاعل التالي: المؤثر ارتفاع درجة الحرارة. نلاحظ أن درجة الحرارة تقع في المواد الناتجة. إذا رفعنا درجة حرارة المواد الناتجة، التفاعل سوف يتجه ناحية، أحسنت، ناحية اليسار. نمثلها بهذه الطريقة: التفاعل متزن، رفعنا الحرارة، هنا سيتجه التفاعل ناحية اليسار. التفاعل الثاني: ازدياد الحجم. ماذا يعني ازدياد الحجم في التفاعل التالي؟ ازدياد الحجم معناته تقليل الضغط، كلما زدت الحجم قللنا الضغط. لابد أن نأخذ بالاعتبار الحالات الفيزيائية للمواد. الحالة هنا غاز، الحالة هنا صلب، الحالة هنا غاز، الحالة هنا صلب. لدينا معلومة أن الحالة السائلة والحالة الغازية لا تؤثر على ثابت الاتزان. إذن عندما أزيد الحجم معناته قللت الضغط. نلاحظ عدد المولات المادة CO تساوي عدد مولات المادة CO2. إذن هنا التفاعل لا يحدث له أي تغيير. التفاعل الثالث: لما نخفض درجة حرارة هذا التفاعل، الحرارة موجودة على اليمين، لما نخفض درجة الحرارة التفاعل سوف يتجه ناحية، تفاعل متزن خفضنا الحرارة، التفاعل سوف يسير ناحية اليمين. قللنا الحجم في التفاعل رقم 4. تقليل الحجم معناته زيادة الضغط، تقليل الحجم معناته زيادة الضغط. الآن تفاعل متزن، لما نزيد الضغط التفاعل سوف يتجه ناحية، ولاحظ لدي هنا حرارة على اليمين، معناته هنا التفاعل طارد للحرارة، سيتجه التفاعل ناحية، أحسنت، ناحية اليمين. انخفاض درجة الحرارة في التفاعل التالي: الحرارة موجودة في المواد المتفاعلة على اليسار، لما نخفض المواد أو درجة حرارة في المواد المتفاعلة التفاعل سوف يسير ناحية انخفاض درجة الحرارة، إذن سوف يتجه ناحية، ممتاز، اليسار. لدينا التفاعل الأخير: لما نقلل الحجم ماذا يحدث لهذا التفاعل؟ تقليل الحجم معناته زيادة للضغط. لما أزيد التفاعل لهذا الضغط، لاحظ هنا عدد المولات، هنا 2، هنا 1، وهنا 1، 1 + 1 = 2. إذن عدد المولات متساوي في كلا الاتجاهين، المواد المتفاعلة والمواد الناتجة. إذن التفاعل لا يحدث له أي تغيير. ننتقل إلى السؤال التالي: أي اتجاهين سيتجه الاتزان في التفاعلات الآتية عند إضافة المواد المذكورة بجانب كل منها؟ هنا يعتمد على التركيز. لاحظ التفاعل التالي: نتفاعل النيتروجين مع الهيدروجين لينتج النشادر، لما نضيف كمية زيادة من النشادر، تفاعل متزن، أضفنا النشادر، زدنا من كمية النشادر، إذن راح يتجه التفاعل ناحية الاتجاه المعاكس، إذن الإجابة تعتبر سيتجه التفاعل ناحية اليسار. التفاعل التالي: لاحظ هنا إضافة الـ H2، لما أضيف الـ H2 التفاعل راح يتجه ناحية، ممتاز، اليمين. إضافة التفاعل التالي: إضافة الـ H2O، تفاعل متزن، لما أضيف الـ H2O التفاعل سيسير ناحية، أحسنت، اليمين. السؤال التالي أو التفاعل التالي: إضافة الـ SO3، هنا توجد الـ SO3، لما أضيف الـ SO3 التفاعل راح يتجه ناحية الاتجاه الآخر،
أحسنت، اليسار. إضافة الـ SO2، لما نضيف الـ SO2 التفاعل سوف يتجه ناحية اليمين، أحسنت. إضافة الـ NCl3، إضافة الـ NCl3 التفاعل سوف يتجه ناحية، أحسنت، اليمين. ننتقل إلى السؤال التالي. ضع دائرة حول رمز أفضل إجابة ممكنة. التعبير الذي يمثل ثابت الاتزان للتفاعل التالي هو، نلاحظ أن كل المواد عبارة عن مواد غازية، المواد الناتجة تقسيم المواد المتفاعلة. نلاحظ هنا يوجد الأس 2، لا يوجد هنا معامل للأس 2. نلاحظ هنا تركيز الأس أو، إذن لا يوجد هنا، إذن نستبعد كذلك هذه الإجابة. نلاحظ في الدي هنا مثلا تركيز المواد أو مضروب تركيز المواد الناتجة فقط، إذن نستبعد الإجابة هذه، فتكون الإجابة الصحيحة هي البي، تركيز المواد الناتجة تقسيم تركيز المواد المتفاعلة. يكون ثابت الاتزان صحيحا عند فراغ فقط، حجم معين، تركيز معين، ضغط معين، درجة حرارة معينة، يصبح أو يكون ثابت الاتزان صحيحا عند، أحسن، درجة حرارة معينة. ما الذي تشير إليه قيمة الكي إي كيو الكبيرة؟ تشير إلى أن يتجه التفاعل ناحية النواتج، أي مما يلي يخبرنا أن ازدياد تركيز النشادر سيوجه التفاعل التالي ناحية اليسار. مبدأ لوشاتيلي، ثابت حاصل الذائبية، تأثير الأيون المشترك، قانون الاتزان الكيميائي، أحسنت، الإجابة الصحيحة هو مبدأ لوشاتيلي. ماذا سيحدث إذا نقص حجم الوعاء للتفاعل التالي؟ أولا نبحث عن عدد المولات، هنا 2 في المواد الناتجة، 2 في المواد المتفاعلة. عند نقص الحجم نعمل زيادة للضغط، عدد المولات متساوي، هنا لا يحدث أي تغيير، لا يحدث أي تغيير، تكون الإجابة لا يتغير الاتزان. يصف تعبير حاصل الذائبية حالة الاتزان بين مركب أيوني قليل الذوبان و، أحسن، أيوناته الذائبة في المحلول. ضع دائرة حول رمز أفضل إجابة. ما الذي يمكن استنتاجه عند مقارنة الحاصل الأيوني في ثابت حاصل الذائبية؟ لما أعمل مقارنة بين الحاصل الأيوني وحاصل أو ثابت حاصل الذائبية، ماذا سوف أستفيد منها؟ سوف أستفيد أني أعرف هل سوف يتكون لدي راسب أو لا يتكون، فالإجابة تكون P. ما الذي يمكن أن يقلل من ذوبان المادة؟ انخفاض درجة الحرارة، وجود أيون مشترك، انخفاض الضغط، ما سبق جميعه. أنا أستطيع أني أقلل من ذوبان أي مادة، أني أرفع درجة الحرارة، أخفض الضغط، وأوجد أيون مشترك، فالإجابة هنا تعتبر الإجابة رقم 4 D، هي الإجابة الصحيحة. نتوقف هنا أعزائي المشاهدين، أبنائي الطلاب والطالبات، لننتقل معكم لفاصل قصير ثم نعود مرة أخرى لنستكمل هذه الحلقة. طرق الاستذكار الفعالة. معظم المشكلات التي يعاني منها الطلاب في التعليم ترجع إلى جهلهم بطرق الاستذكار الجيد واستخدام عادات استذكار سيئة. وإليكم بعض القواعد العامة للاستذكار الفعال. قم بتنظيم أوقات الاستذكار واختر المناسب منها لكل مادة. اختر الأماكن الهادئة والمعدة للاستذكار. عند المذاكرة اقرأ الموضوع قراءة عامة، وضع خطا تحت الفقرات المهمة. اختبر نفسك في الموضوع الذي قرأت فيه لتتأكد من مدى فهمك. المواد التي تحتاج إلى حفظ اختر لها الأوقات المناسبة. أعط وقتا أكثر للدروس التي ترى أنها صعبة بالنسبة لك. إذا شعرت بالنوم أو الملل فلا تقاوم، بل الجأ إلى الراحة. لا تذاكر المواد المتشابهة مع بعضها، بل ضع فاصلا بينها ولتكن مادة أخرى. تذكر أن السهر الكثير متعب لك ولصحتك ويؤثر على الفهم والاستيعاب.
مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق. حياكم الله مرة أخرى مشاهدين الكرام، أبناؤنا وبناتنا الطلاب والطالبات، لنستكمل ما بدأنا به في هذه الحلقة من برنامج 100 على 100، والذي يستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي في مادة الكيمياء. نعود مرة أخرى لنبدأ ما توقفنا معه من أسئلة في المنهج، ونذكركم بأننا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هاشتاج البرنامج 100 على 100. والآن نستكمل المراجعة. السؤال: اكتب يمين كل وصف أدناه كلمة أحماض إذا كان يصف خاصية الحمض، أو كلمة قواعد إذا كان يصف خاصية القاعدة، أو لا شيء إذا كان لا يصف أي منهما أو كلاهما إذا كان يصفهما معا. تغير ورق تباع الشمس. دائما نستخدم ورقة تباع الشمس للكشف عن الحموض والقواعد، إذن تغير ورقة تباع الشمس تصف كلاهما، فالعبارة الصحيحة هما كلاهما. تتفاعل مع فلزات معينة، هل القواعد هي أم الأحماض؟ الإجابة الصحيحة هي، أحسنت، الأحماض. تحتوي على أيونات الهيدروجين أكثر من أيونات الهيدروكسيد، هي أحسنت، الأحماض. ملمسها لزج، ملمسها لزج، هي أحسنت، القواعد. تتفاعل مع الكربونات، العبارة أو الإجابة الصحيحة هي الأحماض. ملمسها خشن، هل هذه تصف الأحماض والقواعد أو لا تصفهما؟ العبارة أو الإجابة الصحيحة هي لا شيء، لا تصف الحموض ولا تصف القواعد. طعمها مر، تصف أحسنت، القاعدة. طعمها لاذع، تصف ممتاز، الأحماض. تحتوي على أعداد متساوية من أيونات الهيدروجين أو من أيونات الهيدروجين والهيدروكسيد، هي القواعد. تحتوي على أعداد متساوية من أيونات الهيدروجين والهيدروكسيد، نطلق عليها القواعد. ننتقل إلى السؤال التالي: اكتب اسم المصطلح العلمي للتعاريف التالية. تنص على أن الحمض مادة تحتوي على الهيدروجين وتتأين في المحاليل المائية منتجة أيونات الهيدروجين، والقاعدة مادة تحتوي على مجموعة الهيدروكسيد وتتفكك في المحلول منتجة أيون الهيدروكسيد. التعريف ينص أو نص نظرية العالم أرهينيوس. تنص على أن الحمض هو المادة المانحة لأيون الهيدروجين، في حين القاعدة هي المادة المستقبلة. هنا تصف نظرية العالم لوري برونستيد. تنص على أن الحمض مادة مستقبلة لزوج الإلكترونات، بينما القاعدة مادة مانحة لزوج من الإلكترونات. تصف هنا أحسنت نظرية لويس، نظرية لويس. السؤال التالي: اكتب اسم المصطلح العلمي المناسب. المركب الكيميائي الذي ينتج عندما تستقبل القاعدة أيون الهيدروجين يسمى، أحسنت، حمض مرافق. المركب الكيميائي الذي ينتج عندما يمنح الحمض أيون هيدروجين، ممتاز، يسمى قاعدة مرافقة. المواد التي تسلك سلوك الأحماض والقواعد نسميها المواد، أحسنت، المترددة. مادتان ترتبطتان معا عن طريق منح واستقبال أيون الهيدروجين تسمى المواد، أو تسمى الأزواج المترافقة، الأزواج المترافقة. ننتقل إلى السؤال التالي: اختر الإجابة، أي المواد الآتية قاعدة حسب مفهوم لويس؟ لابد أولاً نتذكر مفهوم العالم لويس. لويس، القاعدة حسب مفهوم لويس هي المادة التي تمنح زوج من الإلكترونات. نبحث عن الإجابة الصحيحة، أي مادة من هذه المواد تمنح زوج من الإلكترونات؟ زوج معناته يوجد لدي إلكترونين. المادة الأولى AlCl3، مركب أيوني. الألمنيوم حسب تركيب لويس نتذكره في ثاني ثانوي يكون 3 روابط، والسي ال عندي هنا 3، إذن لا يمنح أي زوج من الإلكترونات. أي جي موجب، ها
هنا أيضا لا يمنح زوج من الإلكترونات. NH3 النيتروجين يكون حول نفسه أو يوجد حوله زوج إلكترونات. إذن الإجابة الصحيحة سوف تكون الـ NH3. دائما مثل هذا السؤال يعتمد على تراكيب لويس، وأخذنا تراكيب لويس في ثاني ثانوي، ممكن ترجع لها لتجيب على مثل هذه الأسئلة. السؤال التالي: أي المواد الآتية حمض حسب مفهوم لويس؟ هناك قاعدة هنا حمض. مفهوم لويس للحمض: المادة التي تستقبل زوج من الإلكترونات. أي مادة من هذه المواد سوف تستقبل؟ نلاحظ Cl إشارة سالبة، معناته هنا سوف يكتسب إلكترون واحد. O إشارة سالبة اثنان، معناته سوف يكتسب إلكترونان وليس زوج. NH3 مانح ولا يستقبل، بينما الH موجب، هنا فقد إلكترونات أساس يعمل عملية الاستقرار. تركيب لويس يحتاج إلى زوج من الإلكترونات، إذن الإجابة الصحيحة هي الـ H موجب. اختر أي المواد الآتية متردد حسب مفهوم لوري وبرونستيد. متردد يعني يسلك سلوك الحموض والقواعد. الإجابة الأولى مستبعدة تماما، الإجابة الثانية OH سالبة، لا يتكون أو لا يعتبر مادة مترددة. الـ NH3 لا تعتبر مادة مترددة، إذن الإجابة هي الماء، هي التي تكون إجابة صحيحة. اختر الإجابة: أي المواد الآتية حمض حسب مفهوم لوري وبرونستيد؟ مفهوم لوري وبرونستيد للحمض هو الحمض المادة المانحة لأيون الهيدروجين، مادة تمنح أيون الهيدروجين. أي مادة من هذه المواد لديها هيدروجين زائد؟ لما نبحث في الإجابات سوف نكتشف أن الإجابة الصحيحة هي المادة الأولى، هي التي تحتوي على هيدروجين زائد تستطيع أن تمنحه. فالإجابة الصحيحة هي NH4 موجب. السؤال التالي اختر الإجابة: أي المواد الآتية قاعدة حسب مفهوم لوري وبرونستيد؟ كذلك نرجع إلى مفهوم العالم للقاعدة. القاعدة حسب مفهوم لوري وبرونستيد هي المادة المستقبلة، أي مادة من هذه المواد سوف تستقبل هيدروجين. لما نبحث في المواد الأربع سوف نكتشف أن لدينا المادة NH3 هي المادة التي سوف تستقبل هذا الهيدروجين. السؤال التالي: حدد الأزواج المترافقة من الحمض والقاعدة للتفاعل الكيميائي التالي. لابد أولا تحديد الحمض والقاعدة حتى نتعرف على الأحماض المترافقة والقواعد المترافقة. نلاحظ في المواد الناتجة Br كان HBr تحول إلى Br، إذن هنا فقد الهيدروجين. نلاحظ H2O كانت الهيدروجين اثنان تحولت إلى ثلاثة، إذن أيهما يعتبر حمض وأيهما يعتبر قاعدة؟ الـ HBr تعتبر حمض والـ H2O تعتبر قاعدة. حمض خسر الهيدروجين تحول إلى Br سالب، إذن هذا يعتبر قاعدة مرافقة. القاعدة H2O استقبلت الهيدروجين، إذن تعتبر حمض مرافق. بهذه الصورة تكون الإجابة الصحيحة. ننتقل إلى السؤال التالي: الحمض المرافق للقاعدة COO3 سالب 2. الحمض المرافق للقاعدة، لدي قاعدة نريد أو معرفة الحمض المرافق. القاعدة سوف تأخذ هيدروجين، هذا المركب أيها يعبر أن أخذ هيدروجين. المادة الأولى HCO3 سالب 2، لاحظ لدي هنا سالب 2، أخذ هيدروجين لكن سالب 2 في الأعلى. H2 هنا أخذ 2 هيدروجين، إذن تستبعد هذه العبارة مباشرة. HCO3 موجب، كذلك تستبعد هذه العبارة. إذن الآن لدي الإجابة الأولى ولدي الإجابة الثالثة، أيهما صح؟ الإجابة تعتبر الصحيحة هي الإجابة رقم 3. أخذ هيدروجين وخسر هذا السالب اللي موجود لديه، بحيث أن السالب
أتى معه الهيدروجين، فتكون الإجابة HCO3 سالب. السؤال التالي: القاعدة المرافقة للحمض، هنا لدي حمض وأريد معرفة القاعدة المرافقة. القاعدة المرافقة معناته سوف أسحب هيدروجين، لما أسحب هيدروجين معناته راح أضيف إشارة. إذن أيهما تعتبر إجابة صحيحة؟ سوف تكون الإجابة الصحيحة هي CO3 سالب 2. فقدنا الهيدروجين وتكونت لدي إشارة سالبة ثانية، فتعتبر هي الإجابة الصحيحة. السؤال التالي: اكتب اسم المصطلح العلمي للتعاريف التالية: الحمض الذي يتأين جزئيا في المحلول المائي. الحمض الذي يتأين جزئيا في المحلول المائي. الأحماض نوعين: أحماض ضعيفة وأحماض قوية. بما أن هنا يتأين جزئيا يعتبر حمض ضعيف. أحسنت، حمض ضعيف. قيمة ثابت الاتزان لتأين الحمض الضعيف يسمى، ممتاز، ثابت تأين الحمض. القاعدة التي تتحلل كليا منتجة أيونات فلزية وأيونات الهيدروكسيد تسمى كذلك. القواعد لدينا نوعين: قاعدة قوية وقاعدة ضعيفة. هنا تتحلل كليا، إذا تعتبر قاعدة، أحسنت، قاعدة قوية. الحمض الذي يتأين كليا في المحلول المائي، الحمض ويتأين كليا، إذا هذا المصطلح يعبر عنه بالحمض، أحسنت، الحمض القوي. قيمة تعبر عن ثابت الاتزان لتأين القاعدة، هنا يعبر عنه بثابت تأين القاعدة. تتأين جزئيا فقط في المحاليل المخففة. هذا التعريف يطلق على المصطلح العلمي القاعدة الضعيفة. ننتقل إلى السؤال التالي: اكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة. يعتمد توصيل التيار الكهربائي في الأحماض القوية على عدد الأيونات في المحلول، تعتبر هنا العبارة، ممتاز، عبارة صحيحة. يعتمد توصيل التيار الكهربائي في القواعد القوية على مقدار ما تنتجه من أيونات الهيدروكسيد في المحلول، تعتبر الإجابة هنا إجابة، أحسنت، إجابة صحيحة. يميل اتزان الحمض الضعيف إلى يمين المعادلة، الإجابة هنا تعتبر إجابة، أحسنت، خاطئة، يمين إلى اليسار، يميل إلى اليسار. يميل اتزان القاعدة الضعيفة إلى يسار المعادلة، تعتبر عبارة، أحسنت، صحيحة. يرمز لثابت اتزان القاعدة بالرمز KA، هنا تعتبر الإجابة خاطئة، الإجابة الصحيحة KB. ننتقل إلى السؤال التالي: اكتب أبسط صورة للمعادلة الكيميائية لتأين الماء. الماء H2O، لما يتأين هذا الماء يعتبر حالة سائلة، لما يتأين يتحول إلى H موجب، والهيدروجين يعتبر مادة غازية، زائد OH سالب، ويعتبر الـ OH محلول مائي. طيب، اكتب تعبير ثابت الاتزان للتفاعل السابق. ثابت الاتزان هو عبارة عن الـ K يساوي المواد الناتجة تقسيم المواد المتفاعلة. لدي تركيز الـ H موجب، طبعا هنا لابد من عملية وزن للمعادلة. لدي هنا هيدروجين اثنان، هيدروجين اثنان يعتبر موزون، أكسجين واحد، أكسجين واحد يعتبر موزون، إذن لا يوجد لدي معاملات. ضرب تركيز الـ OH سالب، تقسيم تركيز المواد المتفاعلة H2O، لا يوجد لدي معامل، إذن لا أرفع بالأس. ننتقل إلى الشريحة التالية أو السؤال التالي: اكتب تعبير ثابت تأين الماء. K تساوي، ذكرنا سابقا أو قبل هذه الـ K W، هذه كيف أكتب ثابت تأين هذا الماء؟ راح أقول تركيز الهيدروجين ضرب تركيز الـ OH، فقط المواد الناتجة. هنا سؤال: لماذا يهمل تركيز الماء؟ لماذا لم نكتب الماء في معادلة ثابت تأين الماء؟ لأنه يعتبر كقيمة الماء ثابتة، لهذا لا تكتب. الحالة السائلة أو الماء يعتبر قيمة ثابتة، لذلك لا تكتب. طيب،
ما القيمة العددية لل KW عند درجة حرارة مقدارها 298 كلفن؟ القيمة العددية سوف تكون 1 ضرب 10 أس سالب 14. ننتقل إلى السؤال التالي. ماذا يحدث لتركيز أيون الهيدروجين إذا ازداد تركيز أيون الهيدروكسيد؟ ماذا يحدث لتركيز أيون الهيدروجين إذا ازداد تركيز أيون الهيدروكسيد؟ إذا زاد الهيدروكسيد تركيز أيون الهيدروجين سوف إيش؟ يقل. أحسنت. أو يتناقص. يقل يتناقص. إذا كان تركيز أيون الهيدروكسيد في محلول ما يساوي 1 ضرب 10 أس سالب 6، ما تركيز أيون الهيدروجين؟ نطبق قانون ثابت تأين الماء. KW تساوي تركيز الهيدروجين في تركيز الأو اتش سالب. بعد تعديل المعادلة أريد أنا أحسب تركيز الاتش موجب، فتركيز الاتش موجب يصبح الكي دبليو تقسيم تركيز الاو اتش، فواحد ضرب 10 اس سالب 14 تقسيم واحد ضرب 10 اس سالب 6. هنا سالب 14 تقسيم 10 واحد ضرب 10 اس سالب 6. نستعمل الآلة الحاسبة. واحد اكس في سالب 14 تقسيم 1 إكس سالب 6، يصبح لدي الناتج 1 ضرب 10 أس سالب 8. طيب، هل المحلول قاعدي أم حمضي أم متعادل؟ فسر إجابتك. كيف أعرف أن المحلول حمض أو قاعدة أو متعادل؟ يعتمد على قيمة التركيز هذا. ولاحظ قيمة تركيز الهيدروكسيد هنا. خط الأعداد بالنسبة للمركب الأحماض والقواعد هنا يعتبر المحلول قاعدي أم حمض أم متعادل؟ طبعا متعادل مستبعد. هل هو حمضي أو قاعدي؟ يعتمد على قيمة تركيز الـ H موجب هذه، فيعتبر هنا 8، فإذا يعتبر أكبر من 7 كحالة وسطية. 7 من 0 إلى 7 ومن ثم من 7 إلى 14، فيعتبر هنا قاعدي. قيمة الـ pH هنا لما نقلب سوف تصبح 8، فكعدد 8 يعتبر المحلول هنا محلول قاعدي. ننتقل إلى السؤال التالي. اكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة. قيمة الـ pH لمحلول تساوي سالب لوغاريتم تركيز أيون الهيدروكسيد. pH وأيون الهيدروكسيد، إذا العبارة تعتبر هنا، أحسنت، عبارة خاطئة. الإجابة الصحيحة هو قيمة، إذا كانت أيون الهيدروكسيد هي الخطأ سوف يكون لدينا pOH، قيمة الـ pOH. إذا كان يريد قيمة الـ pH سوف يكون هنا أيون الهيدروجين، أيون الهيدروجين. فالإجابة هنا أيون الهيدروجين. تتفاوت قيم الـ pH من 0 إلى رقم أو إلى 14، تعتبر الإجابة هنا عبارة صحيحة. تعد محتويات المعدة قاعدية عندما تساوي قيمة الـ pH لها 2. طبعا هنا العبارة تعتبر عبارة، أحسنت، عبارة خاطئة. المعدة كوسط، إذا كانت قيمة الـ pH 2 لا تعتبر قاعدية بل تعتبر، أحسنت، حمضية. قيمة الـ pH للمحلول المتعادل عند درجة الحرارة القرفة تساوي قيمة الـ pOH للمحلول نفسه. العبارة هنا تعتبر عبارة صحيحة. ننتقل إلى السؤال التالي. اكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة. إذا كانت قيمة الـ pH لمحلول تساوي 3، فما قيمة الـ P أو فإن قيمة الـ pOH تساوي 10. هل هذه العبارة صحيحة؟ طبعا راح نستخدم القانون pH زائد pOH تساوي 14. لدي قيمة الـ pH تساوي 3،
هذه مجهولة، بعد التعديل سوف تكون، سوف ننقل هذه إلى الاتجاه الثاني بتغيير الإشارة، تصبح 14 ناقص 3 يصبح الناتج 11، فتعتبر الإجابة خاطئة في العبارة، أو الإجابة الصحيحة هي 11. إذا كان تركيز الـ H لمحلول ما يساوي 1 ضرب 10 أس سالب 8، فإن قيمة الـ pH له تساوي 8. طبعا هنا العبارة تعتبر عبارة، أحسنت، عبارة صحيحة. إذا كان تركيز الـ OH لمحلول يساوي 1 ضرب 10 أس سالب 6، فإن قيمة الـ pH له تساوي 6. كذلك هنا نحتاج إلى تطبيق للقانون. لدي تركيز الـ OH وهنا الـ pH، فأنا أحتاج أولا إلى حساب تركيز الـ OH والتعويض في القانون السابق. فتركيز الـ OH تساوي سالب لوغاريتم، الـ pOH يساوي سالب لوغاريتم تركيز الـ OH. نعوض في القانون، سالب لوغاريتم تركيز أيون الهيدروكسيد 1 ضرب 10 أس سالب 6 يصبح لدي الناتج 6 يساوي 6. عوض الآن في القانون الثاني، الـ pH زائد الـ pOH تساوي 14. سوف الآن أغير في القانون، 14 ناقص 6 راح يصبح الناتج لدي يساوي كم؟ إذن يساوي 14 ناقص 6 يساوي 8. إذن العبارة تعتبر هنا عبارة خاطئة، العبارة الصحيحة تساوي 8. ننتقل إلى السؤال التالي، إذا كان تركيز أيون الهيدروجين في كوب قهوة عند درجة حرارة 298 كلفن هو 1 ضرب 10 أس سالب 5 مولار، فما تركيز أيون الـ OH سالب في القهوة؟ لدي تركيز أيون الهيدروجين ويريد حساب تركيز أيون الهيدروكسيد، كيف أحسب تركيز أيون الهيدروكسيد؟ ولدي هنا ثابت تأيون الماء يساوي 1 ضرب 10 أس سالب 14، احسب القيم باستعمال ثابت تأيون الماء. ثابت تأيون الماء ماذا يساوي؟ يساوي تركيز الـ H موجب في تركيز الـ OH سالب. لدي قيمة ثابت التأيون 10 أو 1 ضرب 10 أس سالب 14 تساوي، لدي تركيز الأيون الهيدروجين 1 ضرب 10 أس سالب 5. تركيز أيون الهيدروكسيد مجهول، OH سالب. إذن الآن يصبح القانون كالتالي، تركيز الـ OH يساوي 1 ضرب 10 أس سالب 14 تقسيم 1 ضرب 10 أس سالب 5. استخدم الآلة الحاسبة، 1 إكس بي سالب 14 تقسيم 1 إكس بي سالب 5 يصبح لدي الناتج 1 ضرب 10 أس سالب 9. ننتقل إلى السؤال التالي، احسب قيمة الـ pH لمحلول متعادل عند درجة حرارة، أعطيني تركيز أيون الهيدروجين. الـ pH كقانون، الـ pH تساوي سالب لوغاريتم تركيز أيون الهيدروجين. لدي أنا تركيز أيون الهيدروجين، أعوض تعويض مباشر في القانون، تعويض مباشر في القانون، سالب لوغاريتم 1 ضرب 10 أس سالب 7، فسالب لوغاريتم
واحد اكس بي 7 يطلع الناتج لدي يساوي 7. انتقل إلى السؤال التالي. السؤال: اكتب اسم المصطلح العلمي المناسب للتعريف التالي: صيغة كيميائية يتأثر لونها استنادا إلى قيم الرقم الهيدروجيني الـ pH للمحلول. التعريف هذا يطلق على المصطلح العلمي كاشف الحمض والقاعدة. طريقة تستعمل تفاعل التعادل لتحديد تركيز محلول ما، هذه الطريقة يطلق عليها بالمعايرة. تفاعل محلول حمض مع محلول قاعدة لإنتاج ملح وماء يطلق عليه بالتعادل. محلول المعايرة المعلوم التركيز هنا يسمى بالمحلول القياسي. النقطة التي يتغير لون الكاشف عندها في أثناء المعايرة تسمى نقطة، أحسنت، نقطة النهاية. مركب أيوني، أيون موجب من قاعدة وأيون سالب من حمض، يطلق على هذا المركب باسم الملح، يطلق عليه الملح. ننتقل إلى السؤال التالي. أكمل خريطة المفاهيم أدنى مستعملة للمصطلحات الآتية: حمضي، قاعدي، متعادل. الحمض والقاعدة: حمض قوي وقاعدة قوية. راح تنتج لدينا حمض قوي وقاعدة قوية، راح تنتج لدينا حمض يسمى متعادل. حمض قوي وقاعدة ضعيفة، راح تنتج لدينا ما يسمى بالحمض القوي. حمض ضعيف وقاعدة قوية، راح ينتج لدينا القاعدة القوية. إذن هنا سيصبح متعادل، هنا سوف يصبح حمضي، هنا سوف يصبح قاعدي. فلا، الإجابة متعادل، ولدينا هنا حمضي ولدينا هنا قاعدي. ننتقل إلى السؤال التالي. اكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة. المحاليل المنظمة تقاوم التغيرات في قيم الرقم الهيدروجيني البي اتش، صح أم خطأ؟ هنا العبارة تعتبر، أحسنت، عبارة صحيحة. يمكن أن يكون المحلول المنظم خليطاً من حمض ضعيف وقاعدته المرافقة، هنا العبارة تعتبر عبارة صحيحة. يمثل خليط حمض الإيثانويك وإيثانوات الصوديوم محلولاً منظماً، هنا العبارة تعتبر عبارة صحيحة. تتغير قيمة الرقم الهيدروجيني للمحلول المنظم قليلاً حتى عند إضافة كميات كبيرة من الحمض أو القاعدة. احنا نعرف ان المحلول المنظم يعمل على عملية مقاومة التغير، اذا هنا تعتبر العبارة عبارة ايش؟ خاطئة، لا تتغير. المحلول المنظم كوظيفة يقاوم التغير، فبالتالي لا تتأثر. يجب ان يحتوي المحلول المنظم على كمية من الحمض اكثر بكثير من كمية القاعدة. العبارة هنا تعتبر عبارة خاطئة، لا يجب أن يحتوي المحلول المنظم على كمية من الحمض أكثر بكثير من كمية القاعدة. تختار الأنظمة المنظمة استناداً إلى قيم الرقم الهيدروجيني الـ pH المطلوب تثبيتها. العبارة هنا تعتبر عبارة صحيحة. إلى هنا أعزائي المشاهدين، أبنائي الطلاب والطالبات، نكون قد اقتربنا من الجزء الأكبر من هذه الحلقة والمخصصة لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم، وليتسنى لنا أن نجيب عليها عن طريق هاشتاغ البرنامج 100 على 100. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، أبنائي الطلاب والطالبات، مرة أخرى في الجزء الأخير من هذه الحلقة لمادة الكيمياء للصف الثالث ثانوي لبرنامج 100 على 100. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم ونجيب عليها في هذا الجزء من الحلقة عن طريق هاشتاغ البرنامج 100 على 100. إلى أولى الأسئلة:
لدينا هنا سؤال يقول: إذا كان لدينا تفاعل طارد للحرارة، إذا تم تبريد هذا التفاعل، إلى أين سوف يسير التفاعل؟ لدينا تفاعل كيميائي يتكون من مادة A زائد مادة B تحولت إلى AB. الحرارة موجودة في النواتج بما أن التفاعل يعتبر طارد للحرارة. إذا تم تخفيض درجة الحرارة، التفاعل سوف يسير ناحية الحرارة الأقل، فبالتالي التفاعل سوف يسير ناحية اليمين. لو كان لدينا الحرارة العكس موجودة في المتفاعلات وخفضنا من الحرارة، كذلك سوف يتجه التفاعل ناحية اليسار. لو كانت الحرارة موجودة في النواتج وزدنا درجة الحرارة، التفاعل سوف يسير ناحية اليسار، وهكذا. ننتقل إلى السؤال التالي: كيف نعرف إذا الملح حمضي أم قاعدي أم متعادل؟ نطرح مثال على هذا السؤال. لدينا مركب NH4Cl، هل هذا المركب حمضي أم قاعدي أم متعادل؟ لأجيب على هذا السؤال لابد من معرفة من أين أتى هذا المركب. أتى هذا المركب عن طريق تفاعل النشادر NH3 مع الـ HCl، يتكون لدينا NH4Cl. أولاً الـ NH3 يعتبر قاعدة ضعيفة، والـ HCl تعتبر حمض قوي. بما أن مصدر هذا الحمض أو هذا المركب حمض قوي وقاعدة ضعيفة، يعتبر المركب مركب حمضي. إذن المحلول هنا يعتبر محلول، أو الملح يعتبر ملح حمضي. السؤال التالي: إذا كانت الـ pH لـ CH3COON أكبر من 7، هل يكون قاعدي أم حمضي أم متعادل؟ كذلك نشرح هذا المثال. لدينا NA. هذا المركب من أين أتى؟ هذا المركب أتى من المركب أو من التفاعل التالي: تفاعل حمض الخل CH3COOH زائد مثلا كلوريد الصوديوم. لما يتفاعل حمض الخل في وجود كلوريد الصوديوم، سوف ينتج الناتج التالي: CH3COONA زائد HCl. CH3COOH يعتبر حمض الخل حمض ضعيف، NaCl قاعدة قوية مثلا. فإذن المركب هنا سيصبح أكبر كقيمة أكبر من 7، إذن يعتبر قاعدي. المركب هذا يعتبر قاعدي، فإذا كانت القيمة أكبر من 7 يعتبر الإجابة الصحيحة هنا أنه قاعدي. ننتقل إلى السؤال الأخير: إذا كانت قيمة الـ KSP تساوي 1.7 ضرب 10 أس سالب 5، لدينا KSP تساوي 1.7 ضرب 10 أس سالب 5، ولدينا QSP تساوي 2.5 ضرب 10 أس سالب 7. هل هذا يتكون راسب أو لا يتكون راسب أو لا يحدث تغيير، يعتمد على هل قيمة الـ KSP أكبر من الـ QSP، هل قيمة الـ KSP تساوي الـ QSP، هل قيمة الـ QSP أكبر من قيمة الـ KSP. فقيمة الـ KSP مقابل الـ QSP، نلاحظ لدينا هنا سالب 5 ولدينا هنا سالب 7. كلما قل العدد مع السالب يكون أكبر، وكلما زاد العدد مع السالب يكون أقل. إذا قيمة الـ KSP أكبر من قيمة الـ QSP، إذا هنا لا يتكون لدينا هنا راسب. لو كانت القيم متساوية لا يتغير شيء. لو كانت الـ QSP أكبر من الـ KSP
يتكون لدينا الراسب. إلى هنا أعزائي المشاهدين، أبنائي الطلاب والطالبات، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ونتمنى أن نكون قد وفقنا في الطرح. أن أصبنا فمن الله، وأن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان. نشكر لكم طيب المتابعة وحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.